على طول الحمد لله. أيوة الانفعال، أنا أقول لك أدركتي وجود الشيء خلاص. قبل الانفعال في حاجة اسمها الشكر لله، الحمد لله لوجود الشيء عندك، أدركتي وجوده، اكتشفتي حاجة خلاص. قبل ما تكتشفيها ما كنت تعرف انها موجودة خلاص، تمام. قبل اي شيء، قبل تصنيفات، قبل اسامي، قبل رموز، قبل كله 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 كله. ها طبعا قبل السؤال ما فهمت ايش يعني، ها قبل السؤال، قبل اي شيء تقول الحمد لله. ليش؟ انك انت لما تصحي من النوم ها وجدتي نفسك على قيد الحياة خلاص، حياة بحد ذاتها جاتك، مش انت اللي جبتيها، صحيح؟ تمام. فعلى طول نقول الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. إبقى خلق الله كلنا متساويين، والله كلنا بعد البلوغ كل اللي على الأرض دول زي بعض، تمام. للبيت رب يحميه، أنا ليا إبلي اللي هو حضرتك خلاص، أيوة. لكن البيت له رب، فمن الإبل حبيبتي احترام إنه هو يعني مش ملكية، ملكية حقيقية، هذا وهم، هذا وهم، صحيح. جزء من الملكية هو اللي أعطاك الإبل، صحيح، هو اللي أعطاك الإبل، رزقك أصلا بالحياة، وبعدين فاهم كيف سمح لك إنك تستمتع بيها، يعني فاهم كيف المتاع، قال لك كذا متاع الحياة الدنيا. فأنت لسه على قيد الحياة في الثلاثية الأبعاد اللي أنت فيه ده، هذا معناه إنك أنت لسه في حياة الدنيا. الدنيا يعني في أعلى منها يعني في دنيا وفي أعلى خلاص، أيوة. صاروا يشبهوا كده الدنيا والآخرة، لكن هو في الأصل الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا، إنه في متاع حياة أعلى من الدنيا، عشان تبي عارفة، فاهمة كيف؟ فيعني هو ده آخرنا، إحنا لساعنا في الحياة الدنيا بس.